حياكم الله معنا من جديد، وبهذه اللحظات معنا الدكتورة هند القادري، وهي محاضرة وباحثة في كلية طب الأسنان بجامعة هارفارد. فنقول ألف مبروك على جائزة التميز في صحة الفم العالمية اللي نالتها الدكتورة هند قبل أسبوعين، وراح نتعرف على هذه الجائزة بصورة أكبر. مساك الله بالخير دكتورة، وحياك الله بليالي الكويت. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحب أرحب فيكم وأحب أشكركم على استضافتي عبر الولايات المتحدة الأمريكية. بالنسبة لجائزة التميز في الصحة العالمية لصحة الفم والأسنان، لله الحمد تم اختياري هذه السنة لاستلام جائزة التميز، وذلك بسبب الأوراق العلمية التي قدمتها والتي أضافت علم جديد في مجال صحة الفم والأسنان على مستوى العالم. قدمت بحث نشر في أفضل مجلة على مستوى دول العالم جميعا، وهي مجلة Journal of Dental Research. بحثي هذا يتكلم عن أهمية عدد ساعات النوم الكافية لتنظيم هرمونات الجسم، ووجدت في هذا البحث أن قلة عدد ساعات النوم في الليل عند الأطفال قد يسبب ويزيد التهابات اللثة عند الأطفال. هذا بالنسبة لجائزة التميز اللي خذيتها من جامعة هارفارد. في عندي لكم بعد خبر طازج وجديد حصريا لكم، وهو أني أنا ولله الحمد استلمت إيميل أمس لدعوتي لحضور تكريم آخر وجائزة أخرى، هي جائزة ليفرت، وهي عبارة عن أحسن بحث على مستوى أمريكا في مجال صحة الفم والأسنان، وسوف يتم تكريمي في المؤتمر الذي سينعقد في نيو مكسيكو الشهر القادم، وذلك مثل ما قلت لتقديم أفضل بحث. فهذا خبر جديد حقكم. حلو جدا وجميل هذا الخبر، واللي عرفناه ان حضرتك ايضا تقدمين محاضرات في جامعه هارفارد بصوره مستمره. نبي نتعرف اكثر على المجالات اللي تقدمين فيها هذه المحاضرات، وايضا المحاضرين العرب اللي موجودين عندكم في جامعه هارفارد، هذه الجامعه العريقه العالميه. لي الفخر باني انا الكويتيه الوحيده التي أحاضر في جامعة هارفارد، وأيضا لي الفخر بأني المتحجبة المحاضرة الوحيدة في جامعة هارفارد لطب الأسنان. وأوعدكم أني أنا أعمل كل ما باستطاعتي وجهدي لمؤثل دولتي دولة الكويت في هذه المؤسسة العريقة جامعة هارفارد. يعني حضرتك قلتيها، أنت المرأة المسلمة العربية الوحيدة اللي موجودة عندهم. يعني نبي نتعرف إذا في بعض المضايقات اللي ممكن يعني الطلبة أو حتى من الهيئة التدريسية ممكن أنت يعني تحسين فيها، هل هناك فعلا مثل هذه المضايقات؟ بالنسبة للمضايقات التي قد يتعرض لها المسلمين وبالذات النساء المتحجبات في الولايات المتحدة الأمريكية، ما ننكر أن في بعض المضايقات قد صارت يمكن في ولايات معينة، ولكن بناء على خبرتي في ولاية ماساتشوستس وبالذات منطقة بوسطن أو في جامعة هارفارد، اللي أقدر أقوله أن كل ما زاد وعي وثقافة الأفراد والمجتمعات، كل ما زاد تقبلهم للطرف الآخر بغض النظر عن دينه، لونه، عرقه أو جنسيته. طبعا مؤسسة عريقة نفس مؤسسة هارفارد تعرف شلون تستقطب الناس المميزة والناس ذو المهارات المطلوبة، فيهمهم جدا المعاملة، الاحترام والمبادئ والقيم، تشوفها هنا بشكل ملحوظ جدا في مؤسسة عريقة نفس جامعة هارفارد. جميل جدا. وإحنا نبي نعرف بعد مدى التعاون اللي قاعدة تقدمه لكم إدارة جامعة هارفارد، يعني إيش كثر موجود مثل هذا التعاون معك؟ بالنسبة لتعاون إدارة هارفارد معي، بالعكس إدارة هارفارد متعاونة جدا معي، ولله الحمد تم تقديم لي عرض لأعمل السنة القادمة أيضا كمحاضرة في جامعة هارفارد لطب الأسنان. طبعا كلنا ندري في أمريكا ما عندهم مجاملة، إذا لقوا أنك أنت شخص منتج وناجح في عملك راح يعطونك فرص أكثر، وإذا حسوا أن أنت غير منتج بالشكل اللي هم يبونه ما عندهم رحمة، عادي وبكل سهولة راح يقولون لك مع السلامة. فلله الحمد تم تمديد فترة عملي لسنة أكاديمية أخرى للسنة القادمة، فهذا الشيء لله الحمد يوري أن
الحمد لله العمل الجاد والنجاح في العمل يعني وصل بالصورة المطلوبة، وأنا يعني سعيدة إني أنا أمثل مجتمع الكويتي في جامعة هارفارد، وأيضا سعيدة في هذه المقابلة، وأشكر جميع أهل الكويت على تفاعلهم معي، تفاعل جميل، وإرسالهم لي الرسائل وتفاعلهم بالسوشيال ميديا، ومباركتهم لي على هذه الجائزة اللي خذيتها من جامعة هارفارد. وأيضا أحب أوجه وأنتهي الفرصة هذه لأوجه رسالة شكر كثيرة كبيرة جدا للوالد والوالدة اللي كانوا السبب الرئيسي، بعد الله سبحانه وتعالى، ان هما كانوا معاي طول فتره طفولتي وهيئوني بتسليحي بالعمل الجاد والانجازات و المحاوله الاستمراريه في النجاح في الدراسه وفي العمل. احب اوجه رساله ايضا خاصه جدا لزوجي مع العنيزي على دعمه وتشجيعه المستمر وتحمله لي، سواء كان في البيت او في العمل، اني اقضي ساعات طويله في المكتبه للدراسه. فاحب اني يعطيك هذه الفرصه العافيه. واشكره، واشكر كل اهلي بالكويت، واشكر اداره الجامعه، وشكرا لكم. شكرا لك وحياك الله دكتوره هند. وطبعا احنا سعداء بامثالك من الفتيات الكويتيات الطموحات واللي فعلا قادرين ان هم يضيفون بصمه في العالم على هذا العلم الجميل، ويعني صحه الفم والاسنان من العلوم الجديده الجميله اللي تخدم الانسانيه بصوره كبيره، وجميل جدا ان يكون للمراه الكويتيه بصمه في هذا المجال. شكرا لك، وشكرا لكم مشاهدينا، وان شاء الله يا رب دائما وعد لكم من خلال ليالي الكويت مثل هذه البصمات الكويتية الجميلة واللي فعلا تشرف الكويتيين، راح تكون دائما لها نصيب الأسد عندنا في ليالي الكويت. نرجع لكم بعد الفاصل.